مع القرار ببدء التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد ونشاط حركة الطيران المنتظرة، هناك إجراءات احترازية اتخذتها وزارة الطيران المدني على وعلى إنشاء بعض المطارات التي ستخدم كافة أنحاء القاهرة. كلمة طيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، أهني سيادتكم بالنيابة عن نفسي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قطاع الطيران ذكرى المديدة لثورة 30 يونيو. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لسيادتكم على الدعم الكبير الذي تولوه فخامتكم لقطاع الطيران المدني، مساندتكم الدائمة للقطاع خاصة في ظل ما شاهدته من آثار سلبية خلال الفترة الماضية، بداية من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء والسيول في شهر مارس الماضي، وبناء على تحذير هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري تم رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المطارات الجمهورية وتم إدارة الأزمة بنجاح. وكذا مجابهة تداعيات جائحة كورونا، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي تعاملت مع الأزمة بالقيام بنقل رعاياها من مدينة وهان بالصين بناء على تعليمات سيادتكم، مما كان له كبير الأثر على رفع الروح المعنوية للمواطنين. وعلى أثر ذلك تم تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية بإدارة الأزمة، وبناء عليه تم إعادة ما يقرب من 77 ألف من المصريين بالخارج على متن 415 رحلة استثنائية. قامت وزارة الطيران باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية على مستوى الجمهورية بالمطارات المصرية وعلى متن الطائرات ومواقع العمل المختلفة للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ الإجراءات الاحترازية الموصي بها عالميا من تباعد اجتماعي بجميع إجراءاته، وتم وضع كاميرات حرارية بالمطارات المصرية لقياس درجة الحرارة للركاب والعاملين إلكترونيا، كما تم توفير الفلاتر على الطائرات من النوع المطلوب دوليا والتأكد من فعاليتها ضد الفيروس. وحرصا من وزارة الطيران المدني على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين ولتخفيف العبء على الدولة في ظل الظروف الراهنة، فقد تم تخصيص مستشفى مصر للطيران وإحدى المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الطيران المدني لتلقي العلاج أو العزل في حالة تعرض أحدهما للإصابة بفيروس كورونا لا قدر الله. فخامة الرئيس، في إطار التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، نشهد اليوم افتتاح اثنين من المشروعات الكبرى التي أهديتموها فخامتكم لقطاع الطيران المدني، وهو مطار العاصمة الدولي ومطار سفنكس الدولي غرب القاهرة، بما سيساهم في النهضة الاقتصادية لموارد الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030. استأذن فخامتكم في عرض تقديم مبسط للمطارين المتطابقين في المساحة والتصميم. مطار العاصمة الإدارية يقع في الكيلو 61 طريق القاهرة السويس جهة شرق مطار القاهرة الدولي، ومرتبط بأربع طرق رئيسية: طريق السويس، الطريق الدائري الأوسط، طريق العين السخنة، طريق الإقليمي. مطار سفنكس الكيلو 45 قاهرة اسكندرية الصحراوي، ويقع لتخفيف الضغط على مطار القاهرة الدولي وتقليل الكثافة المرورية عن قلب القاهرة وخدمة المنطقة السياحية بمنطقة الجيزة، المتحف الكبير والأهرامات. يتكون كل مطار منهما مبنى بمساحة حوالي 4000 متر مربع، وكل مطار به صالتان، صالة سفر ووصول بسعة 300 راكب ساعة. يوجد 6 كاونترات للوصول، جوازات، وأربع كاونترات سفر، 2 سير حقائب، وقاعة سفر وصول في اي بي. عدد 6 كاونترات لشركات الطيران، كاونتر استعلامات مكاتب شركات الطيران ومصلى. يوجد مكاتب شركات السياحة، منطقة بنوك، مكاتب الحجر الصحي والبيطري والزراعي، محلات تجارية، منفذ مصر للأسواق الحرة، مكتب للحقائب المفقودة، 2 كاونتر جمارك زائد كافيتريات.
طبقا للمعايير الدولية ومعايير الأمن، تم تزويد المطارين بأحدث الكاميرات المراقبة وأنظمة الكشف الإكس راي للإنذار الآلي ضد الحريق ونظام للتحكم والدخول وأنظمة المراقبة بالكاميرات، كما توجد خدمة الكشف على القائم من خلال الكيناين. يوجد عدد 7 أجهزة إكس راي تفتيش الحقائب، 7 بوابات معدنية للتفتيش، كما يوجد عدد 88 كاميرا أمنية داخل الصالات. أيضا هناك شاشات عرض بيانات FIDS، شاشات تلفزيونية، إذاعة داخلية، ساعات مركزية، خدمة الإنترنت واي فاي. مساحة انتظار السيارات وتسع عدد 400 سيارة و20 أتوبيس. بوابة المطار بعدد 12 بوابة رسوم بنكون من 6 دخول و6 خروج. يوجد مسجد بكل مطار يسع إلى 550 مصلي. الطرق الإدارية بطول حوالي 20 كيلومتر تقريبا، الأسوار بطول حوالي 26 كيلومتر تقريبا. تنسيق الموقع تم بالكامل بمساحة 21,000 متر مربع زراعات لاندسكيب. يوجد 42 مبنى إداري مقسمين ما بين نفايات، مبنى نفايات ومبنى مخازن إدارية ومحطة كهرباء، خزان مياه، مبنى للتصاريح، أيضا محطة التبريد، وحدات التبريد، شيلرات، مبنى إداري للعاملين، وكل مطار به محطة أرصاد جوية. يوجد عدد 42 مبنى إداري خدمي، مبنى محطة الكهرباء الرئيسية، مبنى مخلفات الطائرات، ويوجد محطة إطفاء، مبنى كامل كاتيجوري 7 وهو لخدمة الطائرات العريضة. تم إنشاء ممر جديد بطول 3650 متر وعرض 60 متر يحمل PCN 87، كما يوجد عدد 3 تاكسيوي بعرض 34 متر مربع وطول 400 متر. ترمق بمساحة 650 متر في 210 متر يسع إلى 8 طائرات عريضة. زود كل مطار وكل ممر بجهاز اقتراب آلي ILSDME. مبنى برج المراقبة مجهز بأحدث الأجهزة الخاصة لإدارة الحركة الجوية. تأذنوا لي سيادتكم في تقديم في افتتاح مطار العاصمة الدولية يا فندم. سيقوم بالافتتاح فندم طيار محمد الجمال مدير العاصمة، والنقيب هاني محمد محمدي المشرف على المشروع. هيا عامر فندم. شكرا. افتتاح يا فندم مطار سفينكس. يقوم بالافتتاح طيار أسامة محمد العباسي مدير المطار، نقيب محمد محمود عيد المشرف على المشروع. أي أوامر يا فندم. شكرا. فخامة الرئيس تتوجه بالشكر لسيادتكم. شكرا يا فندم.